اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا وبيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده مميزه النهارده من برنامجنا الشهير اكله امي. اكله امي النهارده بالتاكيد بتكون حلقه خاصه جدا، وكالعاده شاشه القناه الاولى التلفزيون المصري الحكايه وكل مناسباتنا ما بيفوتناش الا لما يكون لنا موقف. النهارده عيد الام، لنا حكايه مع ام عظيمه النهارده، ام لكل المصريين وام بمعنى الكلمه ب 100 راجل. كافحت وتحدت الوقت وتحدت حاجات كتيره قوي لتثبت للمجتمع كله ان هي ست مصريه ب 100 راجل وام مثاليه، والتلفزيون المصري هنا والقناه الاولى كرمها وادها نياشين لام المصريه للي هي طبعا عملته في مشوار حياتها كله. انا مش عايز احرق المفاجاه، خلينا نطلع فاصل صغير لان معايا كمان اكلات مميزه النهارده من كل بيت مصري وكل ام ممكن تعملها احسن مني، وعلى فكره هي طباخه شاطره. نطلع فاصل صغير وبعد الفاصل لنا مفاجاه في الحلقه بتاعتنا، اوعى تروحوا بعيد. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل للمفاجأة بتاعتنا النهاردة في المناسبة العظيمة، الأم العظيمة ب 100 راجل والأم المثالية وأم لكل المصريين الحاجة صبرية محمد الجبالي. أيوة. أنا هعمل لك دلوقتي صينية مسقعة. الحمد وأقدر لله. وأقدر إن أنا أكلك كمان على الهواء. الله يخليك يا حبيبي. المقادير على الشاشة: بتنجان رومي متحمر معانا جاهز عشان وقتنا، ومعانا صوص اللحمة يا حاجة، لحمة مفرومة. أيوة. على النار هي بتستوي. اللحمه بتستوي على النار، اللي هي بنعصج اللحمه بصله وتومه طبعا، وبنحط لها شويه بهارات. أيوة. ملح وفلفل وشويه كمون العادي خالص لاي بيت. اهو شفت اللحمه، واسيبها تستوي كده علشان البتنجان عندي متحمر جاهز. أيوة. فلازم اللحمه دي ايه تتسبك كده بالشكل ده كده. البعض بيحط لها طماطم والبعض بنعملها من غير طماطم، انا هحط لها طبعا صوص طماطم. ايه رايك يا حاجه؟ ايوه. في ناس بتعملها بقوطه وفي ناس بتعملهاش بقوطه من غير قوطه. ايوه. ايوه طيب. انا معانا اتصال، معانا اتصال. جيهان، يا جيهان ازيك؟ السلام عليكم. سلام ورحمه الله وبركاته. لا انا جيهان بنت الحاجه. اهلا وسهلا، كل سنه وانت طيبه يا جيهان. اهلا بحضرتك. اهلا وسهلا، مبسوطه ان ماما معانا على الهوا؟ ايوه طبعا. ايوه ده انا يزيدني شرف طبعا. قولي لها كلمه على الهوا على القناه الاولى يا جيهان. اقول لها انت اغلى ام في الدنيا واحسن ام في الدنيا. طبعا طبعا بنكرمها احنا النهارده كمان التلفزيون المصري. ايوه طبعا، ده هي اللي ربتنا وهي كل حاجه، مش قادره اقول لك والله، هي الام والاخت والصحبه وكل والاب حاجة. وكل حاجه في الدنيا ربنا يخليها. أيوة لك يا رب. طبعا انت يعني جبت لك حاجه قليله ليها والله. الله يبارك لك. جابت لك هديه عيد. شكرا يا جيهان، جابت لك هديه عيد الام. جابوا لي والله، هي وبنتها جابوا والله. الله يبارك لك. طبعا البنت الكبيره جابت يا حاجة. نعم. عندك كام حفيده؟ انا معايا جيهان دي معاها اربع بنات بس. اللهم صل على النبي. ام البنات جيهان. واحده اتجوزت والثانيه هتتخرج اهي اسم الله عليها محاميه. حلو، ادي اربعه. والبنت الثانيه معاها بنت واحده بس وولدين. ثلاثه. والصبيان؟ والصبيان ايوه معاها ولدين. بسم الله ما شاء الله، ربنا يخليك. بس بنتها يعني نصيبها الحمد لله. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله نصيبها. انا شفت بعمل لك اللحمه اهوت بس عشان قاعدين دلوقتي عايزين نشوف صينيه المسقعه اللي انا بعملها دي كده. حطيت صوص الطماطم بعد ما اتضربت في الخلاط، بحط معلقه سكر حاجه عشان الحموضه اللي موجوده في الطماطم ما تعملهاش حرقان هنا. ايه رايك؟ الحاجه بقى صبريه بتعمل ايه غير العدس لما تخش المطبخ بقى كده وعايزه يوم اجازه النهارده وتعمل اكله حلوه؟ لا بعمل اي حاجه في البيت، بس دلوقتي انا الاول كنت بعمل كل حاجه، دلوقتي مرات ابني معايا في البيت. بتعمل كل حاجه؟ مرات سامي دي بتخدمك. بتخدمني دلوقتي هي. احسن من نسوان ولادي كلهم والله. يعني انت بتحبها اكتر؟ يعني اكتر اكتر من نسوان ولادي. نسوان ولادي سامعين وكل حاجه. لا دي مرات سامي. مرات سامي اسمها شربات، ام محمد يعني. اسمها ايه مرات سامي؟ اسمها شربات. شربات وهي شربات. وهي شفت يا شربات بتخلوا شربات اللي بتحبها الحاجه تعمل وهي شربات. وهي مرات سامي بتحبيها طبعا اكتر حاجه. بحبها والله. ربنا يخليك. عيالي ونسوان ولادي شفتوا ازاي كلهم، بس هي يعني هي مرات ابنها، يعني هي تعتبر بس حماتها. هي مريحاني يعني مريحاكي. انا حتى اجي من الشغل لو بتعمل معش بتعمل اي حاجه تقول لا انا اطلعي نامي انت مالكيش دعوه باي حاجه. ده مرات ابني. مرات ابني. انا بوجه تحيه كبيره لشربات مرات سامي على الاخر والله. مرات سامي ربنا يسترها عليها يا رب ويخلي لها اولادها. امين يا رب العالمين. اللي انت تبقى حماتها. اللي انا حماتها. وتبقى في نفس الوقت بنت اخويا. الله. مش عشان خاطر اخويا، لا يعني عشان خاطر معاملتها معايا كمان. ايوه طيب.
قولي لنا بقى، قولي لنا الاكله اللي انت تحش تخش المطبخ تعمليها. بنعمل مثلا كشري. كشري هي طبعا بتاع لها المحشي ده عشان تقيل شويه، هي بتعمله عشان بتلف وتعمل. انا ماليش ايه اللي هي شربات. أيوة شربات دي هي اللي بتعمل المحشي. كل حاجه مثلا. واضح ان شربات يعني ايه لها مكانه كبيره. أيوة في قلبي. بتحل مكاني دلوقتي، حل مكاني دلوقتي في الشغل. كل حاجه في الشغل. ربنا يديها الصحه يا رب. حتى النهارده وانا جاي عندكم هنا بعتها الشغل مع العيال، معايا ولدين منها شغالين معايا. حلو. هي يعني مكان هي هناك دلوقتي. طب قولي لي يا ست الكل، يا ام يا حبيب. ست الشربات كله، اتفضل يا حبيبي. ايه اكتر اكله بيحبوا ياكلوها من ايدك؟ ايه؟ كل حاجه. كل حاجه اكيد. كل طبعا حاجة. كل حاجه ما فيش حاجه يقولوا لا عليها ابدا. عندي في البيت كل حاجه ياكلوها من ايدك. يعني سبانخ، بتعملي السبانخ فرن، اي حاجه. قولي لي بتعملي السبانخ ازاي؟ اللهم صل على النبي. السبانخ ازاي؟ طبعا انت بتحمر البصل الاول. حلو. وتحط عليها القوطه. حلو. بعد ما تعمل القوطه على الخلاط وكده وتروح حاططها على الايه؟ على البصل ما تتسبك. حلو. تكون انت مخرط السبانخ، منظف السبانخ ومخرطه وكل الله حاجه. وتجيب لها حزمه كزبره. مش بقدونس. حزمه كزبره مع السبانخ. كزبره للسبانخ مش بقدونس. كزبره خضراء. وتروح المرخ بتكون في مؤاخذه وتغسله غسله حلوه. حلو. وتحطها على القوطه. تسلم ايدك. معانا ام منادى. يا ام منادى ازيك؟ ازيك يا ست مغازي، عامل ايه؟ اهلا وسهلا يا ام منادى، كل سنه وانت طيبه. وانت طيب والصحه والسلامه. ام كده وحاجه يعني برضه تطلع لي. سامع ام منادى وصفه السبانخ من الحاجه صابرين؟ انا بحب الحاجه صابرين وبقول لها كل سنه وانت طيبه يا امي. كل سنه وانت طيبه يا حبيبتي. وانت طيبه. ربنا يديك الصحه يا رب. اموريني يا ست الكل. تسلم لي يا شيف مغيز. انا بقول لكل امهات مصر كل سنه هم طيبين وربنا يخليهم لاولادهم يا رب. امين يا رب. عليك. اشكرك. ندى بتسلم عليك. ندى بنتها. ربنا يخليها لك يا رب. جابت لك هديه يا ندى؟ الو الو. ايوه يا ندى. عندك كم سنه؟ فيه. عندك كم سنه يا ندى؟ عندي 6 سنين. ربنا يبارك فيك يا رب ويطول عمرك. شفتي تيتا اللي معايا الحاجه صابرين؟ انا بحبها قوي وكل سنه هي طيبه ان شاء الله. وانت طيبه. اديها بوسه على الهوا. الله. شفت ايه الحلاوه دي؟ دي معانا اتصال. منصور من الاقصر. الاقصر بلدي، بلد السياح. يا منصور الله يبارك فيك. السلام عليكم يا كيس. سلام ورحمه الله وبركاته. اخباركم حبيبي يا غالي؟ عايز اعيد على الست الغاليه دي، ست صابرين. اهلا وسهلا. خليك يا حبيبي. هي معاك ايه؟ كلها كلمه على الهوا. الله يبارك فيك. الله يبارك لك. عايز اعيد. عايز اعيد على ام المسلمين كلهم، يعني كل سنه وكلهم طيبين بخير وهم بخير يا رب ويطول بعمرهم جميعا يا رب. شفت ازاي انا برص البتنجان وبحط لحمه مفرومه؟ بس بعد ما تعمل السبانخ تعمل لها دقه كزبره. انت لسه مع السبانخ؟ معلش يعني لا عشان نسيت بنسى. معلش بقى دماغي خلاص. راسك والله. لا والله لا مركزه. ربنا يديك الصحه. شفت جايه بتقول لي براحه كده. الله يستر عليك. يعني بتقول لي النصيحه. نسيت. بنعمل لها دقه كزبره مؤاخذه بتومه وكده ونحمرها في السمنه ونحطها عليها. شوقتيني. انا عايز اكل من ايدك والله. عايز اكل ولا من ايدك. ولا كده اجي لك اي وقت او ابعت لك اي حاجه على ده. انا اللي هجي لك اكل من ايدك والله. عينيا والله. الله يبارك لك يا رب. استر عليك يا انا بعمل صلاه المساء. شفت ازاي بحط البتنجان على الوش؟ البتنجان وهو بيتحمر يا ام ريحته. بتعمليه انت قلت لي مع بطاطس وبتاع في الصيف. انت شغاله عدس في الشتاء؟ انا شغاله عدس في الشتاء. وفي الصيف جبنه قديمه. جبنه بيضة. حلو. كل ده بالقوطه. حلو. بيض مقلي. بيض مسلوق. بتاع ده مسقعه في الفرن بس بعملها مغرون لحمه. زي المسقعه دي كده ولا؟ زي المسقعه دي. ده بقى احسن من دي اكيد. بعملها كده. بعملها ايه؟ معان. ايوه عارف في الفرن بس مغرون لحمه. لان انت عارف اللحمه انا ما بحبش اللحمه المجمده ولا بحب الحاجات دي على قد ما تشوفنا كده. ربنا يديك الصحه. انا ما اكلش الحاجات دي ولا الفراخ المجمده. كله طازه ما احبهوش. ربنا يبارك لك. اجيب الفراخ من الفرارجه كده ما كنتش امسك الفرخه واشوف جناحها ازرق وركها ازرق. اي حاجه ما تجيبهاش ما اكلهاش. الله عليك. معانا اتصال. مات. طيب ماشي. ناخد شويه بهارات حلوين كده على البتنجان. ايوه. شفتي التليفونات على الشاشه لحضراتكم. معلش بس عايز اقول لحضراتكم على حاجه. الحاجه صابرين يعني خطفاني، يعني دي ام عظيمه وبصراحه قصه كفاحها ونجاحها الحمد انا لله. انا يعني بعترف بيه وبتفخر بيه وبتشرف بيه. ربنا يبارك لك. معانا مين؟
الحاجه صافيه. حاجه صافيه ازيك؟ اهلا، ازيك يا شيف احمد؟ اهلا وسهلا. انا عايز كل سنه وكل طبعا وكل الام كل ام طيبه. وانت طيبه يا حاجه صافيه. بس انا في عايزه اسالك على حاجه تقولها لي، تقول لي والنبي بالله عليك. نعم اتفضل. سمك البول، سميت السمك البول اللي انت عملتها، السمك لما انت تبلته وحطيت فيه معلقه دقيق، انت قليت السمك ده ولا حطيته ني في قلب الصلصه؟ حطيت السمك ني، تبلته وحطيته ني في صلصه الطماطم بس الصياديه. انت حطيت معلقه دقيق. طب حطيت معلقه دقيق ليه؟ معلقه دقيق مع البوري عشان الخلطه تمسك فيه يا امي. ايوه ربنا يبارك فيك يا رب ويديك الصحه. تسلم ايديك يا شيخ احمد، تسلم ايديك. نعم يا امي. نعم ماشي. طيب هناخد البتنجان ده نحطه في الفرن كده اهو بالشكل ده كده اهو. ايه الجمال ده؟ العب. شفت صينيه مسقعه حاجه صافيه تستاهل بقك، معموله بحب. الله يبارك لك. نطلع المسقعه من الفرن. ما استوت. استوت اكيد استوت. ايه ده؟ ايه الحلاوه دي؟ شفت المسقعه؟ والنبي دي انت الحلاوه. الله يبارك. الله يبارك لك يا حاجه. عينيا اهو. حاضر. ده المسقعه احلى مسقعه النهارده عشان الحاجه صابرين معانا. الله يخليك. الحاجه صبريه، ما هي مدلعاها. لا صبريه عشان انت اللي عاملها. بس حاضر اهو. ايه الجمال والحلاوه دي؟ شفتي انا حطيت على وشها شويه طماطم كده. ايه رايك فيها يا حاجه؟ طبعا انت بتعملي احسن مني. لا والله هي حلوه. بعدين لازم تكون شويه سبايسي. شويه كده يعني، واخده بالك؟ يبقى زي العدس بتاعك كده، فيه شويه سبايسي. شويه انا ساعات بعملها باللحمه المفرومه بتبقى جميله. وبعدين بسقيها صلصه قوطه شويه، قوطه على الوش. القوطه بقى ما يخليش الباذنجان يبان. هو ده اللي انا بقوله. في هنا اسرار للامهات في الاكل يبان. ربنا يخليك. ليه بقى لما تيجي تاخد المؤاخذه بالمغرفه تطلع معاكي كده حته واحده، حته واحده ما تطلعش فرطه. اللحم المفرومه بكله. الله عليك. تاكل صوابعك وراها. تاكل انا عندي رجائي ما ياكلهاش الا باللحم المفروم. رجائي.